بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة بداية وانطلاقة الأسبوع التاسع من عمر الدوري العام المصري. النادي الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية عبر تاريخ كرة القدم المصرية، النادي الأهلي سيلاقي نادي الإسماعيلي في استاد الماكس في تمام الساعة 7:30. كل يعلم أن النهاردة المباراة السابعة للنادي الأهلي، ولكنه الأسبوع التاسع الأهلي تأجلت له مباراتين، مباراة ضد نادي الزمالك ومباراة ضد النادي المصري خلال الأسابيع السابقة، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو البطل، يظل دائما النادي الأهلي هو متصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري حتى أسبوعه التاسع. ومع بداية هذا الأسبوع مباراة هامة جدا ومباراة صعبة جدا، زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي إن هي من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم المصرية. النادي الإسماعيلي النهاردة زي ما حضراتكم عارفين خلال الثلاث أربع مباريات السابقة حصل له بعض الأمور وأقال جهازه الفني. دلوقتي كابتن أدهم السلحدار مديرا فنيا، ومعايا كابتن محمد محسن أبو جريشة، ومعايا مجموعة اللاعبين اللي متواجدين داخل النادي الإسماعيلي. أما النادي الأهلي سبع مباريات لعبهم النادي الأهلي حتى أو ست مباريات لعبهم من النادي الأهلي حتى هذه المباراة، النهاردة هتكون المباراة السابعة، جمع منهم 18 نقطة، ولكن تظل دائما مباراة النادي الإسماعيلي واحدة من المباريات الصعبة مهما كان حال النادي الإسماعيلي ومهما كان حال النادي الأهلي. كلام كتير جدا، وأنا اتكلمت مع حضراتكم في ملعب الأهلي امبارح إن هناك نوع من أنواع التنويم المغناطيسي لجمهور النادي الأهلي، إن الكل بيقول لك إيه مبروك عليكم انتوا كسبتوا الدوري والكلام اللي حضراتكم سامعينه ده. كرة القدم لا تعترف بمثل هذا الكلام، كرة القدم تعترف بأن أنت تكسب مباراة داخل أرض الملعب وفي نهاية الدوري يكون فارق النقاط أقل من أو أكتر أنا آسف من عدد المباريات المتبقية. في الحالة دي فقط بس نادي الأهلي بيعلن أن هو أو بيعلن أن هو فاز بالدوري العام المصري، ولكن كل ما يدور خلال هذه الأيام زي ما قلت لكم هي حملة ممنهجة للتنويم المغناطيسي لكل جمهور النادي الأهلي، وبالتالي لعيبة النادي الأهلي دائما بيتأثروا بالجمهور وبالتالي يكون هناك تنويم مغناطيسي للاعبين، ولكن يظل دائما النادي الأهلي بطل، وكل لاعبي النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي عارفين كويس جدا جدا كل ما يحدث حواليهم من أي نوع من أنواع التنويم المغناطيسي. خلينا بقى نرجع للمباراة مرة تانية، وكعادتنا هنا في ملعب الأهلي نوري لحضراتكم وصول لاعبي النادي الأهلي إلى استاد الماكس. زي ما قلت لكم في واحدة من المباريات الصعبة والمحطات الصعبة اللي بيعدي عليها النادي الأهلي طوال الدوري العام المصري. مين اللي هيلعب النهاردة في ظل الإصابات والغيابات الكثيرة اللي موجودة داخل النادي الأهلي، ولكن كل لاعبي النادي الأهلي موجودين، وكل لاعبي النادي الأهلي أي واحد في الـ30 اسم اللي موجودين ومقيدين مع النادي الأهلي يستطيع أن هو يمثل النادي الأهلي خير تمثيل. وبالتالي عندنا مجموعة من الإصابات، عندنا مجموعة من الغيابات، ولكن إن شاء الله إن شاء الله اللي متواجدين يقدروا يسدوا الفراغ إذا كان هناك فراغ من اللاعبين المصابين. زي ما حضراتكم شايفين الوصول إلى ملعب استاد الماكس، وصول حالا لكل لاعبي النادي الأهلي. ريني فايلر أمام حضراتكم، ومن قبله كان كابتن سيد عبد الحفيظ وبقية اللاعبين إلى ملعب المباراة وغرف خلع وتغيير الملابس. استاد رائع الحقيقه استاد الماكس، ولكن بقالنا فتره طويله ما لعبناش على استاد الماكس، ما عندناش مشكله ان شاء الله النهارده كل الناس مستنيه النادي الاهلي وكل الناس مستنيه لاعبي النادي الاهلي، وهنقول لحضراتكم ايضا ايه اللي بيحصل في المباراه من خلال مراسلنا فاروق صلاح. اول ما يستعد على طول هيقول لنا ماذا يحدث في ارض الملعب. وليد ازارو، حسام عاشور، حسين الشحات، بقيه اللاعبين وتواجدهم في ارض ملعب استاد الماكس. هنجيب لحضراتكم كل ما يخص المباراة أو الساعة اللي ما قبل المباراة. فاروق صلاح هيكون معنا بعد قليل أول ما يستعد، لأن هم لسه واصلين حالا. أول ما يستعد الحقيقة فاروق صلاح هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل كل الكواليس وما يحدث قبل مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. خلينا بقى ننتقل إلى جرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري موسم 2019-2020
النهاردة الخميس 19 ديسمبر 2019 نادي الإسماعيلي ضد النادي الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي مباراة النادي الإسماعيلي. إن شاء الله بكرة الجمعة الساعة 2:30 في مباراتين. أسوان هيلاعب الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع، وأيضا حرس الحدود سيلاقي المقاولون العرب أيضا في الأسبوع التاسع. أما في الساعة الخامسة أيضا هناك مباراتين. الاتحاد السكندري اللي عامل طفرة كبيرة جدا جدا مع جهازه الفني كابتن طلعت يوسف ومع رئيسه الحاج محمد مصلحي، هيلاعب نادي مصر وفي تمام الساعة الخامسة. ومصر المقصة اللي مع كابتن ميدو الحقيقة في آخر ثلاث مباريات هزيمة في آخر ثلاث مباريات، ولكن تجديد الثقة من اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي لأحمد حسام ميدو سيلاقي نادي طنطا أيضا في الأسبوع التاسع. إذن أربع مباريات، مباراتين الساعة 2:30 ومباراتين الساعة 5. أما المباراة الأخيرة يوم الجمعة هتكون في تمام الساعة 7:30، نادي الزمالك سيلاقي نادي سموحة. نادي الزمالك بعد هزيمته الأخيرة أمام طلائع الجيش، وسموحة هيلعب ضد نادي الزمالك بعد فوزه على أسوان في مباراته الأخيرة. بقية مباريات الأسبوع التاسع هتبقى يوم السبت 21 ديسمبر. الجونة بعد هزيمته لنادي بيراميدز وإقالة المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة من الجونة 3-2، نادي الجونة سيلاقي طلائع الجيش في تمام الساعة 2:30 يوم السبت 21 ديسمبر. أيضا في تمام الساعة الخامسة وادي دجلة اللي حقق واحدة من مفاجآت الأسبوع الثامن بفوزه على نادي المقاولون العرب سيلاقي إمبي، أيضا واحد من اللي حقق المفاجآت بفوزه على النادي المصري في مباراته الأخيرة في الأسبوع الثامن. هنشوف إن شاء الله مباراة كويسة ما بين الفريقين. أما آخر المباريات هتبقى في هذا اليوم، هتبقى المصري البورسعيدي سيلاقي نادي بيراميدز، الجريحين الحقيقة سواء المصري البورسعيدي أو نادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز. هذه المباراة ستكون الساعة 7:30 يوم السبت 21 ديسمبر. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباريات الأسبوع التاسع. نادي الأهلي في المركز الأول لعب 6 مباريات، فاز في الست مباريات، له 18 هدف كأفضل خط هجوم وعليه هدف وحيد كأفضل خط دفاع. عنده من النقاط 18 نقطة. نادي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ولكن من 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في مباراتين، هزم في مباراة وحيدة، له 10 أهداف عليه 4 أهداف ويملك من النقاط 17 نقطة. نادي المقاولين العرب لعب أيضا 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في 1، هزم في مباراتين، له 10 أهداف عليه 6 أهداف، عنده 16 نقطة. المركز الرابع نادي الزمالك في المركز الرابع لعب 7 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراة، هزم في مباراتين، عنده 10 أهداف عليه 7 أهداف، يملك من النقاط 13 نقطة. ثم نادي سموحة والإسماعيلي وبيراميدز، ده بقى الترتيب لغاية آخر فريق في الدوري العام المصري وآخر ثلاث فرق. الجونة في المركز ال 16 من 8 مباريات، وادي دجلة في المركز ال 17 من 8 مباريات، أسوان أيضا في المركز الأخير ولكن من 7 مباريات. طيب خلينا نروح لزميلنا زي ما قلت لحضراتكم فاروق صلاح من أرض الملعب من استاد المكس. خلينا نروح لفاروق صلاح يقول لنا ماذا يحدث وإذا كان معاه التشكيل الرسمي لهذه المباراة ولا لسه. اتفضل يا فاروق. في كل مكان ومشاهدي ومتابعي برنامج ملعب الأهلي من هنا من استاد الماكس، الاسبوع التاسع للدوري المصري، مواجهه قويه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي هنا على ملعب استاد الماكس. زي ما انت عارف يا كابتن اسلام، حاله من الجاهزيه، حاله من التركيز العالي من جانب لاعبي النادي الاهلي والاستعداد لهذا اللقاء لمواصله واستكمال المشوار للحفاظ على درع الدوري والبطوله رقم 42 بمشيئه الله للنادي الاهلي. النهارده يوم فريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام، الفريق تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا، ثم المحاضرة الفنية كانت في تمام الساعة 5:30،
خلال المحاضره الفنيه المستر ريني فايلر قدر انه يتكلم مع اللاعبين ويحفز اللاعبين من اجل ضروره استكمال المشوار وتحقيق الانتصار على فريق الاسماعيلي. طبعا بروفه قويه جدا للنادي الاهلي قبل مواجهه في ايضا فريق الاتحاد والمشوار الافريقي. حاله من الجاهزيه كابتن سعد عبد الحفيظ ايضا اثناء فتره وجبه الغداء تناول يعني جلس مع اللاعبين وحث اللاعبين على ضروره تحقيق الانتصار. وطبعا حضرتك كابتن اسلام واحد من نجوم النادي الاهلي اللي يعني كان ليه بصمات في لقاءات الاهلي والاسماعيلي وعارف اهميه هذه اللقاءات بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. كان هناك بعض الشكوك يا كابتن اسلام كان تم تداولها على حول مشاركه شريف اكرامي او محمد الشناوي، لكن انا باكد لك من خلال قناه النادي الاهلي حصريا لقناه النادي الاهلي محمد الشناوي ان شاء الله في حراسه مرمى النادي الاهلي ان شاء الله لهذا اللقاء. خلال لحظات هيتم اعلان التشكيل. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا كابتن اسلام، درجه حراره الجو هنا يعني 18 درجه، يعني جو اكثر من رائع. حاله الجاهزيه اللي عليها ملعب اللقاء ايضا ان شاء الله بتنبئ ان احنا نشوف مباراه قويه جدا. طاقم تحكيم اللقاء اللي تم اعلانه من قبل لجنه الحكام بقياده الكابتن محمود البنا وسمير جمال ووليد خيري ومحمد سلامه، دي كل الاجواء هنا يا كابتن اسلام. طبعا زي ما حضرتك عارف ايضا مصرح ب 15 فرد من جانب النادي الاهلي وايضا 15 من جانب فريق نادي الاسماعيلي لحضور هذا اللقاء. معاك كابتن اسلام لو في اي استفسار او اي معلومه انا مع حضرتك. اذا حتى الان لم يخرج التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، ولكن من وجهه نظرك خصوصا بعد الحالات او حالات الاصابات الكثيره اللي حصلت خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، هل هناك تركيز من اللاعبين ولا ايه الاخبار عندك؟ طيب من الواضح ان هناك ديلي كبير جدا ما بيننا وما بين زميلنا فاروق صلاح، ولكن ما فيش مشكله نبقى نرجع لمره اخرى لزميلنا فاروق صلاح في وقت ان شاء الله اعلان التشكيل الرسمي لهذه المباراه. خلينا نكمل بقيه الجرافيك اللي عندنا النهارده. لو جاهز يا سمير اتفضل ولا لسه؟ اتفضل. طيب قائمه هدافي الدوري العام المصري، الهدافين للدوري العام المصري حتى اسبوعه التاسع او حتى بدايه الاسبوع التاسع: عبد الله السعيد نادي بيراميدز 7 اهداف، حسام حسن نادي سموحه 5 اهداف، محمد شريف نادي امبي 5 اهداف، رمضان صبحي النادي الاهلي 4 اهداف، وليد سليمان النادي الاهلي 4 اهداف، اومد اوكري نادي اسوان 4 اهداف، المقاولين العرب محمد سالم 4 اهداف، عمرو الحلواني من حرس الحدود 4 اهداف، حسين الشحات النادي الاهلي 3 اهداف، وناصر ماهر نادي سموحه 3 اهداف. دول اول 10 هدافين للدوري العام المصري حتى اسبوعه التاسع او قبل انطلاق الاسبوع التاسع. طيب تاريخ المواجهات، الحقيقه مواجهات كبيره زي ما قلت لحضراتكم، واحده من مباريات الكلاسيكيه في الدوري العام المصري الاهلي والاسماعيلي. النهارده زي ما حضراتكم شايفين من تاريخ المواجهات 115 مباراه ما بين الناديين الكبيرين. النادي الاهلي لعب 115 مباراه ضد النادي الاسماعيلي، فاز الاهلي 59 مباراه وتعادل في 34 مباراه وهزم النادي الاهلي في 22 مباراه. اما اهداف في النادي الاهلي 168 هدف و94 هدف استقبلتهم شباك النادي الاهلي. الهداف التاريخي للنادي الاهلي في هذه المباريات كابتن احمد مكاوي نجم الكبير والنجم الاسطوري لنادي الاهلي. بعض الارقام في المواجهات ما بين الكبيرين الاهلي والاسماعيلي، اول مباراه ما بين الفريقين بصوا حضراتكم 19 نوفمبر 1948 وانتهت هذه المباراه بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. أما آخر المباريات كانت يوم 22 مايو 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. أول هدف أحرزه النجم الكبير الأسطوري أحمد مكاوي، وأيضا آخر الأهداف أحرزه وليد أزارو. أما أهداف النادي الإسماعيلي أيضا أحد نجوم النادي الإسماعيلي كابتن علي عمر، وأحرز آخر أهدافه كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي في ذلك الوقت ولاعب نادي الزمالك الحالي. أكبر فوز للنادي الأهلي على النادي الإسماعيلي 8-0 كانت في موسم 57-58.
طيب الموقف في الدوري العام المصري حتى هذه المباراة، 6 مباريات لعبهم النادي الأهلي، فاز في 6 مباريات، سجل 18 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد، عنده 18 نقطة في المركز الأول. أما النادي الإسماعيلي لعب 8 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراة، خسر في 3، سجل 6 أهداف، دخل مرماه 7 أهداف، 13 نقطة في المركز السادس. النادي الأهلي أحرز 18 هدف مقسمة على 90 دقيقة كالتالي: 3 أهداف في أول ربع ساعة، 2 في تاني ربع ساعة، 1 في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني النادي الأهلي بيحرز 4 أهداف، ثم 3 أهداف في ربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة. وكعادة أو كالنادي الأهلي دائما في الثواني الأخيرة في الربع ساعة الأخيرة بيحرز 5 أهداف، كأعلى معدل تهديفي بيحرزه النادي الأهلي في 18 مباراة. توقيتات دخول أهداف في مرمى النادي الأهلي: النادي الأهلي دخل مرمى هدف وحيد في الربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة. نروح للنادي الإسماعيلي، أحرز 6 أهداف مقسمة كالتالي: هدف في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول، هدف في الربع ساعة الثالثة أو الأخيرة من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني هدف أيضا وحيد يقدر يحرزه النادي الإسماعيلي، هدف أيضا وحيد في الربع ساعة قبل الأخيرة، وهدفين في آخر ربع ساعة، 7 أهداف استقبلتهم شباك النادي الإسماعيلي في الربع ساعة الثانية، 2، الربع ساعة الثالثة 2 أيضا، مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد، وآخر ربع ساعة 2. اخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله الاهلي سيلاقي النادي الاتحاد السكندري اللي عامل طفره كبيره في الاسبوع العاشر يوم الاثنين 23 ديسمبر في تمام الساعه 7. اما المباراه القادمه للنادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي سيلاقي المقاولون العرب في تمام ايضا الساعه 5 يوم الاثنين 23 ديسمبر في الاسبوع العاشر. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا، ولكن هنشوف أهم نقاط الضعف والقوة في النادي الإسماعيلي من خلال محللنا الثابت دكتور أحمد ثابت بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. دكتور احمد، اولا خلينا نعرف اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي قبل ما نتكلم عن اي مقارنات. تمام. الاول الاسماعيلي يعني بيمر في البدايه كان مع المدرب الصربي، بعدين تولى كابتن ادهم السلحدار، ده واحد من ابناء يعني الاسماعيلي في الجيل الذهبي، حصل على بطوله الدوري سنه 90 مع النادي الاسماعيلي، وحصل على كاس مصر سنه 97، بعد كده راح الترسانه، بعد كده المعادن، ده يمكن مسيرته عشان الناس برضو تكون عارفاه كلاعب. بعد كده في كمدرب تولى نادي المعادن، بعد كده راح الاتحاد الليبي كمدرب عام، اخذ معاهم الدوري واخذ الكاس، ووصل نص نهائي الكونفدراليه مع الاتحاد الليبي، دي يمكن اول مره في تاريخ النادي الاتحاد الليبي يعني. بعد كده تولى فريق الشباب في فريق الشباب السعودي، وبعد كده نادي الصفا السعودي كمدرب، بعد كده نادي الحمام ده في الدرجه الثانيه في مصر، بعد كده تولى اداره النادي الاسماعيلي في مهمه مؤقته. يمكن ابرز نقاط قوه الاسماعيلي طبعا الثلاثي الامامي. النهارده الثلاثي الامامي بيمتازوا بالسرعات، بالمهاره، بالحلول الفرديه الكبيره، سواء عبد الرحمن مجدي اللي هو بيلعب بالجناح، يعني التشكيله المتوقعه بتاعتهم اللي هي 4-3-3. ممكن تقول لنا التشكيله المتوقعه حتى هذه اللحظه للنادي الاسماعيلي؟ يعني بنسبه 99% ممكن يحصل اختلاف واحد بس هنقول عليه، يمكن في حراسه المرمى محمد مجدي، الاثنين المساكين محمد هاشم وباهر المحمدي، الباك اليمين احمد ايمن بيرجع النهارده من الاصابه، محمود البدري ده باك ليفت، الثلاثة الارتكاز محمود دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، وهمام طارق اللي بيتحول كصانع العاب، ومحمد بيومي. الاختلاف الوحيد هنا انه ممكن يدخل عماد حمدي لخبراته
عن محمد بيومي، فممكن يدخل عماد حمدي مكان محمد بيومي. دي النقطة الوحيدة اللي ممكن يحصل فيها اختلاف في تشكيل الإسماعيلي، لكن بقية التشكيل واضحة. واضح. عندك الثلاثة اللي قدام دول برضو مفيش خلاف عليهم، سواء عبد الرحمن مجدي، سواء بيكيتي، أو قدام محمد الشامي. شلونجو ممكن يكون ورا رابحة في الشوط الثاني يستخدمه، ولكن الثلاثة اللي قدام أو الأربعة اللي قدام، نقاط القوة الأربعة اللي قدام، سرعات عبد الرحمن مجدي ممتاز جدا بالاختراق من العمق والتسديد، بيكيتي لعيب من غينيا بيساو شفناه في كاس الامم الافريقيه لعيب مهاري ما كانش بيبدا، ولما بدا يديله كابتن ادهم الاستحضار في الفتره الاخيره شفنا ان هو لعيب مهاري قوي، كورته حلوه. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يدينا التشكيله الرسمي للنادي الاهلي ولنادي الاسماعيلي لو كان معايا. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام، ضيوف ملعب النادي الاهلي، شيخ المدربين طبعا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تم اعلان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. حراسه المرمى النادي الاهلي لهذا اللقاء محمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين رامي ربيعه وايمن اشرف، في اليمين محمد هاني، في الشمال علي معلول، اثنين في دايره المنتصف اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، قدامهم الثلاثي احمد الشيخ، حسين الشحات وجونيور اجاي، ورأس حربة هو مروان محسن. على الجانب الآخر أيضا فريق نادي الإسماعيلي أعلن تشكيله لهذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد مجدي، قدامه قلبي دفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، على اليمين أحمد أيمن، في الشمال محمود البدري، منتصف الملعب محمود دونجا ومحمد مخلوف، قدامهم ثلاثة بكيتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، ورأس الحربة طارق همام. زي ما قلت لك كابتن إسلام، ده تشكيل للنادي الأهلي وتشكيل فريق الإسماعيلي. أقول لحضرتك احتياطي فريق النادي الأهلي لهذا اللقاء: شريف إكرامي، وليد أزارو، وليد سليمان، سعد الدين سمير، محمود وحيد، حسام عاشور، و جيرالدو. من الامور اللي حريص عليها ايضا كابتن اسلام اللي ننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند الجهاز الفني، عدم الانشغال بنتائج المنافسين او نتائج الفرق الاخرى. الجهاز الفني كان حريص على مواصله الانتصارات دون النظر الى نتائج او ترتيب المنافسين. ده كل اللي كان لدينا كابتن اسلام في هذا قبل انطلاق هذا اللقاء من هنا من استاد الماكس. هنكون مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام على بعد ان شاء الله هذا اللقاء، ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي واحراز الثلاث نقاط. معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار من حضرتك او ضيوف ملعب النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا فاروق، ولكن هل في حد بره التشكيل ولا لا؟ معانا فاروق ولا خلاص يا شباب؟ معايا. طب اتفضل يا فاروق، قول لنا لو في حد الاسماء اللي بره التشكيله الرسميه. يعني كده مصطفى شوبير اعتقد. نعم يا كابتن اسلام. مين اللي خارج التشكيل؟ محمود متولي ومصطفى شوبير، مظبوط؟ مصطفى شوبير خارج التشكيل و محمود متولي. مصطفى شوبير و يعني تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة ال 18 ومحمود متولي، يعني الاثنين اللي خارج قائمة ال 18 لهذا اللقاء محمود متولي ومصطفى شوبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، ولو في أي جديد احنا معاك على الهواء مباشرة دائما. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي، لو نقوله لحضراتكم مرة أخرى: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، أيمن أشرف ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، ثم اليو ديانج ومحمد مجدي قفشة اثنين في وسط الملعب، على اليمين أحمد الشيخ، على الشمال أو على اليمين بقى خلينا نقول الثلاثي وهم هنشوفهم في الملعب هيبقوا واقفين ازاي، احمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور اجايه، وفي الامام مروان محسن، راس حربه وحيد في النادي الاهلي. اما التشكيله الرسميه للنادي الاسماعيلي: محمد مجدي في حراسه المرمى، احمد ايمن باك يمين، محمود البدري باك شمال، محمد هاشم وباهر المحمدي اثنين قلوب دفاع، دونجا ومخلوف اثنين في وسط الملعب، عبد الرحمن مجدي وهمام طارق وبيكيتي ثلاثي، من امامهم محمد الشامي كراس حربه وحيد. ده التشكيله الرسميه سواء للنادي الاهلي او للنادي الاسماعيلي، ولما تخلص معانا برضو جرافيك يا سمير حطها لنا على الشاشه. اتفضل يا دكتور. يمكن تشكيله النادي الاسماعيلي يمكن نفس التشكيله باستثناء محمد مخلوف هو اللي دخل كارتكاس ثالث، بيلعبوا 4-3-3. خطوره الاسماعيلي هتبقى في همام طارق اللي هو اللاعب رقم 10، واحد من احسن اللعيبه، بصير لعيب عنده الرؤيه، هو اللي بيحول طريقه اللعب بتاعه الاسماعيلي من 4-3-3 ل 4-2-3-1. لعيب خطير جدا في تحركاته في العمق، دايما بيقطع محمد الشامي من اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف، عنده نفس ميزه جونيور اجايه، وهمام طارق هو اللي بيقطع في العمق نفس الشكل ده كده.
لمحمد الشام بيتحرك على الطرف وهمام طارق بيقطع في العمق. عبد الرحمن مجدي خطورته ان هو دايما بيبقى عايز يدخل لجوه ودايما عايز يشوط. بكيتي من اللعيبه اللي عندها قدره على المراوغه. النهارده محمد هاني عنده مباراه صعبه قدام لعيب زي بكيتي، لعيب عنده مراوغات ناجحه كتير جدا، واحد من اعلى اللعيبه كانت في بطوله كاس الامم في المراوغات الناجحه. اذا الاربعه اللي قدام دول نقطه قوه واضحه للاسماعيلي. الطريقه في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 4 3 3 بالشكل ده بعوده همام طارق كارتكاز ثالث معاهم مع محمد مخلوف ومع دونجا، لكن في الحاله الهجوميه هتلاقيها بتتحول ل 4 2 3 1. ومعانا حتى بالصور لو جبنا التنظيم الهجومي او الحلقه التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي هنبص نلاقي الاربعه اللي قدام يعني نفس الشكل ده. هنبص نلاقي ان اللعيب اللي هو همام طارق هو اللي بيقطع للعمق، لعيب مميز جدا همام طارق، واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه بصير عنده بيوصل محمد الشامي، لكن محمد الشامي لعيب هنلاقيه بيتحرك بياخد المدافعين معاه وبيفضي مساحات في ظهر المدافعين بتوع النادي الاهلي. يبقى اذا يجب ان يكون هناك حذر من خط دفاعنا لهمام طارق لما يقطع لوسط للعمق او للعمق علشان طبعا ياخد الكرات اللي خلف طبعاً محمد الشامي. الحاجه دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الحذر من عبد الرحمن مجدي ناحيه علي معلول. عبد الرحمن مجدي مميز بالتصويب والدخول للعمق. النهارده انت يعتبر بتلعب بارتكاز واحد اللي هو اليو ديانج. فاليو ديانج كارتكاز واحد لازم مهم جدا التحيب عليه شغل كبير جدا. اليو ديانج مباراه هتبقى يعني هتبقى صعبه جدا على اليو ديانج ان هو بيلعب ارتكاز واحد. يعني طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي النهارده اقرب الى 4 1 4 1 او 4 1 3 2 على حسب اللي احنا هنشوف دور جونيور اجايه. هل جونيور اجايه هيبقى مهاجم ثاني والطريقه هتبقى 4 1 3 2 اللي هي طريقه 4 4 2 دايموند، ولا هتبقى ال 4 1 4 1 بوجود جونيور اجايه زي المباراه الاخيره كجناح شمال، ولا 4 2 3 1 بوجود مجدي قفشه بوجود كارتكاز ثالث كارتكاز ثاني جنب اليو ديانج. فدي برضو كذا يعني ليها كذا طريقه النادي الاهلي، لكن في الغالب هيبقى اليو ديانج طبعا هيبقى عليه مهمه كبيره جدا ان انت عندك عبد الرحمن مجدي وعندك بكيتي وعندك محمد الشامي وعندك همام طارق. حته العمق دي لازم تكون مقفوله بشكل مميز جدا. دي نقطه يعني خطوره النادي الاسماعيلي. نقاط ضعف النادي الاسماعيلي انت بتتكلم الكرات العرضيه عندهم مشاكل كبيره جدا. محمد هاشم وباهر المحمدي في التمركز في الكرات العرضيه سيئين جدا في التمركز في الكرات العرضيه. الباكات بتاعت النادي الاسماعيلي يعني احمد ايمن ومحمود البدري الاثنين تقدر ان انت ثغرات دفاعيه واضحه سواء الباك اليمين او الباك الشمال. يقدر النهارده اللي هيلعب على الاطراف سواء لعب احمد الشيخ طبعا ناحيه اليمين، يعني احمد الشيخ هيلعب على محمود البدري اللي هو الباك ليفت، والناحيه الثانيه سواء بدا اجاي او بدا الشحات ناحيه الشمال. دي نقاط ضعف واضحه تقدر ان انت تستغلها على الاطراف. يعني نقاط ضعف الاسماعيلي التمركز في الكرات العرضيه رقم واحد، رقم اثنين الظاهرين ضعيفين جدا في التمركز في التغطيه العكسيه والتمركز الدفاعي. الحاجه الثانيه برضو لعيب زي دونجا، دونجا اللي هو رقم 6 اللي هو الارتكاز الدفاعي بتاع النادي الاسماعيلي ده اصلا لعيب هجومي ارتكاز بوكس تو بوكس اكتر منه لعيب قطع كرات. أيوه. وبالتالي بيبقى فيه مساحات في ظهره كبيره جدا. النهارده دور محمد مجدي قفشه ممكن النهارده يكون دوره اهم لاعب في الماتش تحديدا دور محمد مجدي قفشه في المساحات اللي ورا دونجا اللي هي في الزون 14 المنطقه رقم 14 اللي هي الحته دي تحديدا في المساحات اللي ورا دونجا. دونجا دايما بيسرح عنده اخطاء دايما ان هو بيزيد ان هو لعيب طبعه هجومي اكتر بيديك التمرير الطولي. يعني في مباراه الاسماعيلي والاتحاد اللي هي الاتحاد كسب فيها 4 كانت مشكله الاسماعيلي في النقطه دي في الزون 14 كابتن طلعت يوسف مدرب الاتحاد لعب عليها لعب باكتر من لاعب في الحته دي وكانت كل الاجوان من المنطقه دي. فتحديدا ان دونجا ما بياخدش الكره الثانيه في الاسماعيلي وبالتالي تقدر ان محمد مجدي قفشه النهارده وحسين الشحات لو لعبوا في المنطقه دي تحديدا محمد مجدي قفشه يقدر ان هو يستغل الثغره الاهم في النادي الاسماعيلي. اذا هناك ثغره واحده واضحه جدا ما بين خط وسط النادي الاسماعيلي وخط الدفاع والمساحات اللي ورا الظهير الايمن والظهير الايسر والكرات العرضيه في التمركز لمحمد هاشم وباهر المحمدي ضعيفين جدا فيها. برضو من ضمن نقاط القوه في الاسماعيلي الضربات الثابته. الضربات الثابته يمكن لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف مع كابتن ادهم السلحدار خلينا نروح للجرافيك اللي واضح لهذه الاشياء بالارقام ولهذه الكرات كيف سجل النادي الاسماعيلي اهدافه في اخر ثلاث ماتشات مع كابتن ادهم السلحدار تحديدا. هنلاقي ان هدف منهم اختراق من الجبهه اليسرى وعرضيه داخل منطقه الجزاء سجلها. ادي اول هدف اهو ده بص اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو تحركات همام طارق. همام طارق على الورق اصلا ارتكاز ثالث لكن في الحاله الهجوميه بيدخل للعمق. اللي معاه الكره هناك اللي بيرفع ده محمد الشامي بيتحرك على الاطراف همام طارق بيقطع. ولو بصينا هنلاقي مين اللي جاي من ورا عبد الرحمن مجدي. فدي ده اول هدف. الهدف اللي بعده هنبص ادي ده لما اترفعت همام طارق قطع في العمق وسجلها تمام. الصوره اللي بعدها برده
دي هدف من ضربه ركنيه زي ما قلت لحضرتك، عندهم مميزين بالضربات الركنيه مع المدرب ده تحديدا اللي هو كابتن ادهم السلحدار اسيست بالذات عبد الرحمن مجدي. أيوة. عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه اللي بتعمل العرضيات في الضربات الركنيه والضربات الثابته، مميز جدا بلعبها. برضو الكره اللي بعدها هنلاقي ضربه ثابته ثانيه اتلعبت لهمام طارق. همام طارق لو بصينا في الثلاث اهداف دول مسجل هدف وعامل اسيست من ثلاث اهداف، عامل مشترك دائم في الاهداف مع كابتن ادهم السلحدار. لو بصينا برضو على الصوره اللي بعدها اهي، دي بص حضرتك بص الرؤيه بتاعه همام طارق. همام طارق بيدي التمرير الطولي لمحمد الشامي اللي بيقطع ما بين الباك وما بين السرد باك اهو في المساحه الفاضيه دي. اهي هتتلعب الصوره اللي بعدها، هنبص نلاقي الكره وصلت له. اذا دي نقطه مهمه جدا، تحركات محمد الشامي وتمريرات همام طارق. الصوره اللي بعدها برضو اهي بص، دي غالبا الوقفه اللي هتكون النهارده بكيتي مثلا لما هيبقى يرفع وقدامه محمد هاني، هنلاقي الزياده العدديه هم الثلاثه دول. همام طارق دي جت خطر جدا، اتلعبت في ظهر رقم 22 الباك ليفت، وهمام طارق دخل، همام طارق لعب بس ما لحقهاش، دوبك طولت منه. اتفضل. فدي حاله هجوميه مهمه جدا، شكل التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي. هيبقى قدامنا كده، انت عندك بكيتي ناحيه الشمال، همام طارق، الثلاثه اللي قدام دول تحديدا. وفي الحاله الدفاعيه هم 4-3-3، اتكلمنا على الثغرات اللي عندهم كتير تقدر ان انت تستغلها. يعني النهارده كمان ممكن يكون بادئ بمروان عشان يستغل نقطه الكرات العرضيه. الكرات العرضيه بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. بادئ بمحمد مجدي قفشه مثلا وحسين الشحات في العمق، يقدروا يستغلوا نقطه المساحات اللي ورا دونجا. ولكن يعني احنا لسه مش عارفين حسين هيبقى في العمق ولا على الاطراف، ولا على الاطراف. هناك قد يكون هناك تحديدا محمد مجدي قفشه. بالظبط، تحديدا خلينا في محمد مجدي قفشه. ولكن نقطه النهارده يعني ممكن تكون اللي تمثل ازعاج شويه هي اليو ديانج لوحده كارتكاز واحد قدام لعيبه مهاريه، عبد الرحمن مجدي قدام بكيتي قدام محمد الشامي قدام همام طارق، فلازم يكون في ارتكاز معاه يسانده، مش هينفع يلعب لوحده قدام السرعات الموجوده دي كلها. دي النقطه الوحيده اللي ممكن الاسماعيلي النهارده يتفوق فيها، حته الارتكاز. خلاص خلينا نروح اذا لمقارنه ما بين الاثنين المديرين الفنيين، سواء ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي او كابتن ادهم السلحدار المدير الفني للنادي الاسماعيلي. يمكن ريني فايلر مدرب السويسري تولى المهمه منذ 31 اغسطس 2019. كابتن ادهم السلحدار متولي المهمه 2 ديسمبر يعني الشهر ده 2019. المقارنه دي في الدوري، كابتن ادهم لعب 3 مباريات مع النادي الاسماعيلي، كسب 2 اتعادل 1. ريني فايلر فاز في 6 مباريات من 6، ان لعيبه النادي الاهلي احرزوا 18 هدف على الستة، يعني معدل 3 اهداف في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي اقوى خط دفاع هدف واحد بس، 5 كلين شيت من 6. اما النادي الاسماعيلي احرزوا 3 اهداف في 3 مباريات بمعدل هدف واحد في المباراه الواحده، دخلت شباكهم طبعا ولا هدف حتى الان مع مدرب. اذا الاسماعيلي تحسن دفاعيا بالارقام مع كابتن ادهم السلحدار. ولكن ده بالارقام، ولكن بالحالات عندهم ثغرات كتير، دي اللي وضحتها في مباراه اف سي مصر الاخيره. اف سي مصر من الفرق اللي بتلعب كره كويسه، ولكن عندهم مشكله في الفينش. كانوا يقدروا يستغلوا الكرات دي ويتعادلوا مع النادي الاسماعيلي. طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين همام طارق ومحمد مجدي قفشه. مفترض ان هما الاثنين صناع العاب سواء في النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا، همام طارق 23، الاثنين نفس السن 23 سنه. همام طارق لعب 8 مشاركات ب 720 دقيقة، أحرز هدف وصنع هدف في الثمان مشاركات. محمد مجدي قفشة لعب 6 مشاركات ب 495 دقيقة، أحرز هدف، صنع هدفين، تسبب في ركلة جزاء، يعني مساهم في 4 أهداف، أما همام طارق مساهم في هدفين، مع الاعتبار إن همام طارق لعب أكثر من قفشة مباراتين. تمام. نروح أيضاً لمقارنة ما بين بكيتي وجونيور أجاي. بكيتي من غينيا بيساو وجونيور اجايي من نيجيريا، دول الافريقي هنا والافريقي هنا. 26 سنه بكيتي، جونيور اجايي 23 سنه. بكيتي لعب 5 مشاركات الموسم ده ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الان، اما جونيور اجايي لعب 6 مشاركات ب 422 دقيقه، مسجل هدفين حتى الان مع النادي الاهلي في الدوري. دي الافريقي هنا والافريقي هنا. طيب خلينا بقى نروح لمقارنه ما بين حسين الشحات وعبد الرحمن مجدي. طبعا عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي، رقم اللاعب 19، حسين الشحات رقم 14. السن حسين الشحات 27 سنه، عبد الرحمن مجدي 22 سنه. عدد المشاركات الموسم ده لحسين الشحات 6 مشاركات ب 436 دقيقه، احرز 3 اهداف وصنع هدفين، يعني حسين الشحات مساهم في 5 اهداف. اما عبد الرحمن مجدي 8 مشاركات ب 653 دقيقه، صنع هدفين، يعني مساهم في هدفين. عبد الرحمن مجدي مساهم في هدفين مع النادي الاسماعيلي ب2 اسيست اللي هم كانوا في اخر 3 مباريات، وحسين الشحات مساهم في 5 اهداف مع النادي الاهلي. ده يمكن مقارنه يعتبر ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا.
خلينا نروح لعمرو السوليه ودونجا نشوف برضو اللاعب الوسط هنا طبعا. عمرو السوليه بيغيب عن المباراه، اليو ديانج هو اللي بيحل، ولكن عمرو السوليه لعب 6 مشاركات، هو كان الاساسي اللاعب الاساسي في النادي الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا، احرز هدف وصنع هدف. اما دونجا لعب 8 مباريات الموسم ده، 691 دقيقه ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. يمكن مقارنه بين اللاعب الارتكاز هنا واللاعب الارتكاز هنا، اثنين حراس مرمى سواء محمد الشناوي، ودي اخر مقارنه معانا. محمد الشناوي، محمد مجدي، محمد الشناوي 30 سنه، محمد مجدي 24 سنه. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 6 مشاركات. محمد مجدي ما لعبش اول مباراتين مع النادي الاسماعيلي، حافظ على نظافه شباكه، كلين شيت عند الشناوي 5، محمد مجدي 4 كلين شيت. استقبلت شباكه اهداف، محمد الشناوي دخل شباكه هدف واحد بس، محمد مجدي استقبل 4 اهداف في 6 مشاركات. تمام، اذا دي كانت اهم نقاط الضعف والقوه سواء في النادي الاسماعيلي وبعض المقارنات ما بين بعض اللاعبين للنادي الاسماعيلي وللنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه باذن الله وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طاقم التحكيم لهذه المباراه مع كابتن ايمن دجيش يقول لنا ايه عن طاقم التحكيم لهذه المباراه، كابتن محمود البنا، كابتن سمير جمال، كابتن هاني خيري، كابتن محمد سلامه. بعد هذا الفاصل كابتن ايمن دجيش ونتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ قبل بس ما اروح للكابتن ايمن دجيش، هنوري حضراتكم وقت نزول اللاعبين الى ارض الملعب من استاد الماكس، هو معانا على الهواء مباشره، نزول لاعبي النادي الاهلي للاحماء قبل مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في واحده من المباريات الصعبه جدا للفريقين. كابتن ايمن، النهارده طاقم التحكيم، لو حضرتك تقول لنا طاقم التحكيم لهذه المباراه النهارده. النهارده طبعا محمود البنا حكم ساحه، معاه مساعد اول سمير جمال، مساعد ثاني هاني خيري، الحكم الرابع محمد سلامه ميدو. الحقيقه طبعا حكام طيب، يعني طبعا البنا طبعا حكم دولي موجود دايما في المباريات المهمه، سمير جمال من افضل المساعدين الموجودين في مصر. معهم هاني خيري مساعد متميز، يعني مفترض انه في القائمه الدوليه من بدري دايما بيلعب المباريات الكبيره كابتن اسلام، لكن في ظروف اللجان المتعاقبه ما كانش بيبقى ليه نصيب ان هو يبقى موجود في القائمه، ما عنديش خلفيه ليه بالظبط، لكن هو دايما بيأدي اداء متميز ربنا يكرمه النهارده، وباذن الله في الفتره اللي جايه يبقى ليه فرصه باذن الله في القائمه الدوليه لانه يستحق، يعني يكون حكم مساعد متميز وبيلعب وبياخد، واي لجنه بتيجي بتدي له المباراه المفترض ان هو يكون موجود في القائمه الدوليه باذن الله. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع كابتن ايمن دجيش. أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز لمحمود البنا حكم للساحة، يعاونه سمير جمال مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، محمد سلامة حكم رابع. محمود البنا ظهر للمرة الأولى في الدوري الممتاز موسم 2012-2013، حصل على الشارة الدولية في 2014. أدار محمود البنا 100 ومباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أشار خلالها البطاقة الصفراء 390 مرة، البطاقة الحمراء 30 مرة، احتسب 41 ضربة جزاء، بينما أدار 7 مباريات في مسابقة كأس مصر، أشار خلالها البطاقة الصفراء 25 مرة، البطاقة الحمراء مرتين، احتسب ضربتي جزاء.
كما أدار 7 مباريات دولية بحسب موقع وورلد ريفيري الشهير، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 29 مرة، الحمراء مرة واحدة، احتسب 3 ضربات جزاء. تاريخيا أدار محمود البنا 25 مباراة للنادي الأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين، أشهر البطاقة الصفراء خلالها 35 مرة، الحمراء 3 مرات، احتسب 5 ضربات جزاء. كان الظهور الأول لمحمود البنا مع الأهلي في مباراته أمام حرس الحدود في الجولة 14 من الدوري موسم 2012-2013، انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 هدفين. أما آخر ظهور لمحمود البنا في مباريات الأهلي أمام الداخلية في الجولة 23 من الدوري موسم 2018-2019، وانتهت بفوز شياطين الحمر بنتيجة 3-1. أما الإسماعيلي فأدار له 18 مباراة، حقق الدراويش الفوز في 6 مباريات وتعادل في 10 مباريات، خسر مبارتين، أشهر البطاقة الصفراء 34 مرة، احتسب 4 ضربات جزاء. أدار محمود البنا مباراة واحدة جمعت بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة 18 من الدوري موسم 2016-2017، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. اهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير. كابتن ايمن، اهم ما يميز طاقم التحكيم لهذه المباراه النهارده سواء كابتن محمود البنا او كابتن سمير جمال او كابتن هاني خيري او حتى كابتن محمد سلامه حكم الرابع؟ طبعا طبعا حكام محطوط مباراه، طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي برده كابتن اسلام برده تعتبر مباراه قمه يعني. طبعا فطبعا الطاقم المحطوط طاقم عنده خبرات كبيره، عندهم خبرات كبيره في المباريات الصعبه، اذا كان محمود البنا او سمير جمال او هاني خيري زي ما قلت لك، برغم ان هو مش مساعد دولي لكن هو عنده خبرات كتير لانه دايما بيلعب الماتشات القويه، وحط لهم حكم برده بيلعب في الدوري الممتاز محمد سلامه، فطبعا عنده خبرات كبيره يعني. هو المهم يا كابتن اسلام النهارده المباراه يعني هيبقى فيه سرعه، اهم حاجه ان انت النهارده تركيز من طاقم التحكيم كله، الاهتمام يبقى في تعاون بينهم وبين بعض، اكيد قبل الماتش هم بيقعدوا مع بعض وبيبقى في تعاون، لان المباراه زي ما قلنا وبنكررها كابتن اسلام لعبه في المباراه في التحكيم بتفرق طبعا. يمكن البنا شفناها في الديربي بتاع المغرب، عمل الديربي بين الرجاء والوداد، ادى مباراه رائعه وكان قريب من كل كوره وخد بالك. فانا بتمنى من البنا ان 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 جميع مبارياته اللي هو بيلعبها اذا كانت فوق في الدوري الممتاز بره او جوه تبقى اللياقه البدنيه بمستوى واحد، يبقى قريب من كل كوره دي الحته، هو فنياته ما شاء الله كويسه، الكور العاليه بقول له بنا يعني كحته الكور الهوائيه شويه ياخد باله منها، حته ان انت ممكن تاخد قرار صح يا كابتن اسلام بس انت بعيد مش تبقى مقنع يعني. فاتمنى النهارده يبقى قريب من كل كوره، يبقى عنده تفاصيل كل الالعاب، ويتعاون معاه سمير جمال طبعا وهاني خيري، وهم الحقيقه مساعدين متميزين يعني باذن الله. تمام. طبعا زي ما حضرتك دايما بتقول لنا ان الكرات الداخل منطقه الجزاء هي الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي للحكم طبعا، لان انت الحكم النهارده كابتن اسلام حتى لو ان فاول مثلا في نص الملعب، كره رمي التماس في الحتت ديت، لكن دايما الحكم شغله بيبان وبتحكم على الحكم داخل منطقه الجزاء، هي دي مشكله التحكيم يا كابتن اسلام دايما في الالعاب اللي بتحدث داخل منطقه الجزاء اذا كان فيها مخالفات خد بالك او فيها لمسات يد. ايوه. ودي يا كابتن اسلام بيبقى ليها عامل مهم جدا، اللي بيفرق في الالعاب اللي داخل منطقه الجزاء هي اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه وقرب الحكم. وجودك جنب الملعب. وجودك جنب اللعبه. سوري. وجودك جنب اللعبه دايما بتبقى مقنع للجميع. لكن مهما تكون انت بعيد وخدت قرار صح ما بقاش في اقناع كبير يعني. تمام. فاتمنى يبقى البنا يركز في الالعاب اللي داخل منطقه الجزاء، يبقى قريب من كل لعبه، يبقى عنده تفاصيل كل لعبه، ربنا يكرمهم باذن الله ويوفقهم يعني ان شاء الله. من وجهه نظرك ايه النقاط اللي لازم يشتغلوا عليها اكتر في المباراه دي؟ يعني الاوفسايد، الفاولات القريبه، الفاولات اكيد البعيدة. اكيد اثنين مساعدين، لان العاب التسلل دي مهمه جدا في المباريات ديت، في مباريات بالذات، لان احيانا كابتن سامي المباراه دي يعني لو رجعنا للتاريخ شويه
احيانا مباريات الاهلي والاسماعيلي دي احيانا ممكن بتخلص بلعبه، يعني انت ممكن طقم التحكيم كتير خلصت يعني. كان انا اتذكر ماتش اخر ماتش يمكن لعبته كان ماتش الاهلي والاسماعيلي، خلص بهدف مثلا لوليد سليمان في الدقيقه مثلا 92 او 1، كانت لعبه وكانت لعبه صعبه فيها، كان فيها يعني الحمد لله كان فيها توفيق من ربنا. فالمساعد هنا لازم يبقى عنده تركيز من اول المباراه لغايه لما المباراه تنتهي. كذلك الحكم، لان انت النهارده ممكن تادي والنهايه كتير يا كابتن اسلام، ممكن تادي مباراه كبيره جدا ويجي قرار جوه منطقه الجزاء او لعبه تسلل مش تسلل، هدف مش هدف. فالتركيز طوال ال 90 دقيقه واليقظه طوال ال 90 دقيقه، لان هي بتبقى مباراه سريعه. وكمان المباراه ديت دايما يا كابتن اسلام بتبقى مباراه كوره، يعني المباراه دي دايما بتبقى في الملعب للحكام. لما كنا بنلعبها مباراه بالنسبه للتحكيم سهله، هي اللعبه دي يا كابتن اسلام يمكن هي اللعبه دي كانت في نهايه المباراه، كنت انا موجود في الماتش. لا الهدف ده كان في الدقيقه مثلا 90 يا كابتن اسلام. فالنهارده انت كحكم مساعد تبقى مركز، اللعبه كانت صعبه شويه، الحمد لله كان توفيق ربنا يعني الحمد لله. فتركيز المساعد ممكن لعبه في دقيقه واحده كان في الوقت الضايع يا كابتن اسلام بتفيده كتير، يعني في الالعاب لما تجيلك لعبه في اخر الماتش ما تحسسش ان الماتش خلص وتقف، ممكن يعدي منك لعبه او كده. فالحمد لله دي كانت لعبه كان عبد الله السعيد بره وبعدين رجع، هو كان رجع من بره عدل من موقفه وبعدين اتلعبت بالك كانت في نهايه المباراه. فالتركيز دايما مع الحكام يبقى طول المباراه يعني باذن الله يعني. تمام، اذا يجب ان يكون هناك تركيز من اول المباراه لاخر لعبه واحده كابتن، بتفرق اذا كان الحكم او المساعدين يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، وان شاء الله ما يكونش عندنا حالات بعد نهايه المباراه ان شاء الله يعني. انا دايما بحب كده ان احنا ما يبقاش عندنا حالات. عموما يا كابتن اسلام ما فيش مباراه ما فيش حكم بيبقى 100% طبعا، ومفيش مباراه اتمنى ان ما يكونش فيه حالات، مفيش مباراه تبقى فيها حالات. قصدك حالات مؤثره، حالات مؤثره يعني مؤثره في النتيجه او الكلام ده، لا ربنا يبعدها عنهم باذن الله، ربنا يبعد عننا الخناقات باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك كابتن ايمن، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه المباراه باذن الله يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال، النجم الكبير الكابتن أسامة حسني. بعد الفاصل هتشوف تقرير الأول عن تاريخ المواجهات ما بين الناديين الكبيرين، النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، وبعد كده هنستقبل ضيوفنا الكبار كابتن فتحي نصير، كابتن أحمد بلال، كابتن أسامة حسني. التقى الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز في 115 مباراة، يتفوق المارد الأحمر في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 59 مباراة، التعادل حاضرا كان في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة. نجح نجوم الأهلي في تسجيل 168 هدفا في شباك الإسماعيلي، يعد أحمد مكاوي مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الدراويش، بينما كان وليد أزارو لاعب الفريق الأول بالأهلي آخر من سجل في شباك الدراويش في مباراة الدور الثاني من دور الموسم الماضي. صالح يلعب الأمامية، يا ولد يا صالح في اتجاه أزارو، جوه جول جوه جول وليد أزارو. استقبلت شباك الأهلي 94 هدفا على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، كان كريم بامبو لاعب الإسماعيلي الأسبق هو آخر لاعب نجح في هز شباك الأهلي. نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 55 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة، كان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين من نصيب الأهلي عندما تمكنا من تحقيق الفوز بنتيجة 8 أهداف من دون رد عام 1957-58، هي المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وشهدت تسجيل المايسترو صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة، مسجلا رقما قياسيا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عام.
عاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6 أهداف من دون رد في مناسبتين في الإسماعيلية الأولى في موسم 96-97، وعاد ليكرر النتيجة موسم 2004-2005. حسن مصطفى يرجع حلبته جاية جول، ده إيه الحكاية يا عباد يا متر انفراد، وهي هي تاني، هي تاني يا ها. لسه بقول لحضراتكم معقول يا بركات، معقول يا بركات. يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين هو صالح سليم وأحمد مكاوي لاعبا الأهلي، بعدما نجح كليهما في تسجيل 10 أهداف في شباك الإسماعيلي. كان التعادل الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة 4-4 في موسم 2001-2002 في مباراة وصفت بالأقوى في تاريخ الدوري المصري الممتاز. يلعب الأمامية يا ولد يا صالح في اتجاه أصاله جوه الجول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن فتحي نصيره. كابتن فتحي ازي حضرتك؟ كابتن سليم مشرف ومنور. الله نورك يا كابتن سليم ما شاء الله. النجم الكبير ايضا كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بتضحك ليه؟ مش هتكلم انا. طيب النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا بتشكيلين، سواء تشكيل النادي الاهلي او تشكيل النادي الاسماعيلي في واحده من المباريات كلاسيكيات الدوري المصري. الحقيقه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن تشكيل على الاقل النادي الاهلي تشكيل نموذجي زي ما حضرتك وصفته قبل بدايه لقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه زي ما قلنا تشكيل النادي الاهلي النهارده نموذجي لفايرا حاطت رغم الإصابات ورغم الغيابات ورغم التخلفات ورغم الظروف دي كلها، لكن أنا شايف أن هذا التشكيل فعلا تشكيل نموذجي للفرقة. أهم حاجة بتطمن وتطمننا، وعشان لما نقرأ أي مباراة في أي تشكيل لمدرب بيتتبع فيها بنرجع أول حاجة لإيه، اتفقنا أن العمود الفقري بتاعنا ما اتغيرش، لم يغيره، فإذا دي دلالة على ثبات. لاعب واحد بس اتغير، يعني اللي هو أريد يانج مع مجد أفشة. مجد أفشة هيلعب السولية مكان السولية، يعني لما بيكون اتنين يا كابتن إسلام بيبقى لو واحد يكفي، يعني الاتنين ما تغيروش. يعني السولية كان بيلعب جنب مجد أفشة، فأريد يانج دلوقتي هيلعب جنب مجد أفشة، ما بنحسش الاتنين دولت اتغيروا. لو الاتنين اتغيروا يبقى جزء من العمود اتغير، لكن الاتنين هم ثابتين فواحد فيهم. فإذا موجود خط الظهر بتاعنا زي ما هو، رامي ربيع موجود، زي الشناوي موجود، نطلع لقدام نلاقي حسين الشحات مثلا او في النص، دلوقتي احمد الشيخ هيلعب ناحيه الشمال، وده برضو فكر جيد منه ان هو رمضان صبحي مش موجود، وده راجل بيلعب اصلا برجله الشمال كتير، فإذا فعلا بيحط النقط على الحروف للفرقه اللي هو واضح. فعلا تشكيل نموذجي. تشكيل نموذجي في حاجه تانية انا بنقيسها بقى في حاجه تانية. الفرقه دي لو شفت متوسط اعمارها يا كابتن اسلام هنلاقيها كباتن 26 سنه. واحنا اتفقنا ان احسن سن لاي فرقه في العالم، في العالم مش في مصر، في العالم بما فيهم فرق كاس العالم، من 26 سنه ل 27 سنه ونص. اما تقيس اعمار سنهم تلاقيه كده تعرف الفرقه دي كويسه. تقول لي طب فرقه الاسماعيلي، اقول لك 23 سنه ونص. اذا خبراتها قليله قوي. خبرات قليله مع خبرات كبيره 26 سنه. ال 26 سنه ارقام، الارقام لا تتجمل ولا ما بتكذبش. الارقام حقيقيه. فاذا مش هيبقى اجتهاد مننا كلنا كاستوديو النادي الاهلي، لا ده احنا بنقول الارقام بتقول كده. متوسط اعمارهم 26 سنه، وده تواسع عالميا،
ومتوسط اعمار فرقه الاسماعيلي 23 سنه ونص. اذا هتفرق في ايه؟ هتقول لي المجهود، بس الخبره هتبقى كتير، الخبره لصالح النادي الاهلي. طب ان فرقه الاسماعيلي فرقه او النادي الاهلي اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع حتى الان في ال 18 فريق، رغم ان انت ما لعبتش جميع مبارياتك، يعني انت ما كملتش الثمان مباريات، انت لعبت ستة ودي ده السبعة، يبقى لسه ناقص لك مباراة كمان، وقبل المباراة انت اقوى خط هجوم، وقبل المباراة انت اقوى خط دفاع. بعكسهم هم ما يجي فيهم يجيب ست جوال ويخش فيهم سبعة، يعني النسبة قليلة. نسبة تهدفهم كمان كاسماعيلي كفرقة انها قليلة. ليه؟ لان الستة لما وزعها على عدد الماتشات 8 ماتشات، يعني اقل من واحد من تمام. هدف في المباراه. تمام. ده بيدلنا على ان النادي الاهلي، اما بالنسبه النادي الاهلي نسبه 18 لعبوها في 6، يعني متوسط 3 اهداف في كل مباراه. تمام. ده كلام مش كلامنا احنا، ده كلام بارقام كده كمقدمه نقدر بيها ايه بنفتح شهيه. تمام. للكباتن قبل ما هيتكلموا كابتن بلال وكابتن اسامه. تمام. كابتن بلال هات له كرسي هناك هات له كرسي، هات له كرسي هناك كده وكاميرا لوحده تاني جنب الكابتن فتحي. لا هناك في اول الاستوديو هناك. بلال خلينا قبل ما نبدا عايز اعرف اولا رايك في تشكيل النادي الاهلي، وثانيا ايضا رايك في تشكيل النادي الاسماعيلي. تشكيل جيد للاهلي، هيعتمد بس في يعني على بعض العناصر هتفرق معهم، الجاهزيه البدنيه مش اكتر من كده، والحضور في المباراه. علي معلول بقى له فتره بعيده غايب. مروان محسن برده ما لعبش اساسي بقى له فتره، حتى يعني حته مشاركاته كانت على فترات متباعده. كان وليد ازارو في الاونه الاخيره هو اللي بيشترك، هو اللي ابتدى مباراه الكاس واجاد فيها بشكل كويس. اليو ديانج برده المشاركات بتاعته على بعض الفترات، فهي هتفرق حته الجاهزيه البدنيه بالنسبه للعيبه ومدى استعدادهم للجيم نفسه، لمباراه الاسماعيلي يعني. لكن باقي التشكيل اعتقد من وجهه نظري متناسب. انا بشوف النهارده كابتن ان هو يمكن غير حته صغيره كده، الثلاثه اللي تحت مروان محسن، او ليه ممكن يكون حط مروان محسن النهارده؟ لان الثلاثه اللي من تحتيه متحركين. جنرال اجي متحرك، بيتحرك على اطراف ملعب كتير، نفس الموضوع الشحات بيتحرك على اطراف ملعب، بيتحرك طولي، ممكن يبقى فرود في بعض الفترات. احمد الشيخ نفس الموضوع، بيتحرك كتير جدا بعرض الملعب. فالنهارده ممكن يكون محتاج واحد يبقى ثابت في ال 18، واحد زي مروان محسن امكانياته وقدراته الكبيره بتتلخص في وجوده داخل ال 18، الكرات العرضيه الكتير. يمكن وليد ازارو متميز في حته الخروج بره كتير، وليد ازارو من اللعيبه اللي بتخرج بره برده ال 18 كتير. فممكن يكون النهارده عايز يلعب بواحد يا كابتن هو ثابت جوه ال 18، يعني يستغل الكرات العرضيه، خصوصا في وجود النهارده علي معلول، في وجود النهارده محمد هاني، في وجود احمد الشيخ اللي ممكن يستغله النهارده ببعض الاوقات انه يعمل الكروسات، في وجود جونيور اجاي اللي ممكن يبقى يطلع على اطراف الملعب في بعض من الاوقات. فالنهارده ممكن من وجهه نظري الشخصيه يكون حاطط مروان محسن للهدف ده، انه عايز واحد دايما يكون داخل ال 18، مش مطلوب منه انه يتحرك كتير بره ال 18. كابتن الكرات العرضيه النهارده محمد هاني ودورهم هيبقى، وعلي معلول النهارده برضه، سوري، محمد هاني وعلي معلول طبعا هيبقى مطلوب منهم اكتر ان هم يعملوا كرات عرضيه. اكيد اكيد. ما النهارده انا كلاعب كمان لازم استغل امكانيات وقدرات زمايلي في الملعب. والمدير الفني النهارده لما بيحط لعيب بيبقى عارف هو حاطه النهارده في المباراه ليه. فرقه الاسماعيلي عندها مشاكل في الكرات العرضيه، برافو عليك، كتير جدا جدا. فانت النهارده استغلالك للكرات العرضيه محتاج حد يقدر يستغل الحته دي، محتاج واحد داخل البوكس يقدر يستغل الكرات العرضيه اللي انت بتشتغل عليها. والاهلي يمكن الفترات الكتيره اللي فاتت شفنا كرات عرضيه كتيره جدا، شفنا اهداف بتيجي منها، شفنا الشحات جوه ال 18، واحيانا كان رمضان صبحي جوه ال 18. النهارده هو حاطط واحد عشان يستغل كل العرضيات اللي ممكن تحصل النهارده او اللي يعملوها لعيبه النادي الاهلي النهارده. خط نص ملعب بتاع النادي الاهلي هو ما غيرش كتير خلاص، هو ابتدى حته انك تلعب بميد فيلدر هو رقم 6، وبعدين تلعب واحد يبقى 8، وبعض الوقت يبقى هو 10 اللي هو مجدي قفشه. هي اشتغلت كويس مع الراجل، يعني نفعت كويس في الدوري المصري تحديدا، يعني مش هتكلم برضه على بطوله افريقيا، انما الدوري المصري انت اجدت فيها بشكل كويس قوي. مجدي قفشه بيعمل الحته دي بشكل كويس جدا. الاهلي كمان عمليه الضغط اللي بيعمله مش مخليه ان هو يحتاج ميد فيلدر تاني. خلاص ما بقاش محتاج ان هو يلعب باثنين ميد فيلدرز كابتن، اللي هم رقم 6 بقى واحد بالظبط، والتاني كره بعيده عن منطقه الخطا، كره بعيده. الضغط اللي بتعمله كمان مش مخلينا ان احنا نلعب اثنين ميد فيلدرز رقم 6، واحد رقم 6 والثاني رقم 8، اللي في بعض الاوقات بيبقى رقم 10 اللي هو مجدي قفشه.
في حاله ان انت بتغير في اوقات الطريقه بتاعتك بتلعب باثنين فراوده، جونيور اجاي بيتقدم بيبقى هو لعيب رقم 9 الثاني، اثنين رقم 9 بالنسبه لك جونيور اجاي ومروان محسن، وبيكمل من تحتيه مجدي قفشه، وبتتحول الطريقه ل 4-1-4-1 او 4-4-2 في بعض الاوقات. الاهلي بيشتغل الكلام ده بشكل كويس جدا، وشفناها برده المباراه اللي فاتت، تحويل الطريقه انك بتلعب في الاخر باثنين فراوده عشان تستغل الكرات العرضيه والاختراقات اللي من العمق، عشان كمان تستغل تفضي مساحه لمجدي قفشه يقدر يشتغل فيها حته عمليه الشوطنج. هو بيشوط كويس جدا، مميز في الحته دي، فالنهارده ممكن من خلال الاداء ده انك تخلق له فرص انه يشوط، ودي حاجه الاهلي قدر يسجل منها هدف قبل كده. قبل كده وليد سليمان لما كان بيلعب في رقم 10 سجل في الجون هدف كان رائع جدا من بعيد من تصويب، هو اللي فتح المباراه، هو اللي فتح المباراه. ففي ماتشات ممكن تكون متقفله، الاسماعيلي اعتقد النهارده من وجهه نظري هيقفل بشكل كويس، هيلعب بالطريقه بتاعته المعتاده 4-2-3-1 او 4-3-2-1، هيقفل بشكل كويس، عارف ان امكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا جدا، فبالتالي ممكن يكون هيستغل النهارده اللعيبه اللي تلعب قدام سواء كان الشامي عبد الرحمن مجدي ومعهم بيكيتي سيلفا، دول اللي هيستغلهم في الكرات المرتده السريعه. ما اعتقدش انه هيلعب جيم النهارده مفتوح قدام النادي الاهلي، هيبقى صعب عليه لانه عارف ان في سرعات وعارف ان في مهارات وعارف ان لعيبه النادي الاهلي بتضغط ضغط كبير جدا في نص ملعبها، فممكن تستحوذ وتتحول بسرعه ويبقى خطر عليه. فالنهارده اعتقد ان الاسماعيلي بالتشكيل ده هيعتمد فقط على الهجمات المرتده السريعه. تمام كابتن اسامه، النهارده بلال قال نقطه مهمه جدا ان وجود رمضان انا اسف مروان محسن النهارده عشان الكرات العرضيه، الكرات العرضيه دي هتيجي من علي معلول ومحمد هاني ولا من احمد الشيخ وحسين الشحات او اجايل على الطرف، خصوصا مثلا ان واحد زي احمد الشيخ لو لعب ناحيه اليمين مش هيبقى بيلعب بيمينه، بيخش لجوه ويعملها بقى، فهتبقى الكرات العرضيه اقل شويه. ناحيه الشمال نفس الكلام، لو لعب اجايل مثلا ناحيه الشمال وراح مش هيعرف، يعني هتبقى اصعب ان هو يرفع بشماله. فالكرات العرضيه هيعتمد فيها على مين اكتر؟ يعني طريقة لعب النادي الأهلي 4-2-3-1 ده في الناحية الدفاعية، بينزل مجدي قفشة جنب ديانج، والنادي الأهلي معاه الكورة الشكل بيتغير بتتحول ل 4-1-4-1، بيبقى ديانج هو اللعيب اللي ثابت وعندك قفشة هو عنده حرية حركة شوية وبيرجع يعمل الدور الدفاعي، حرية حركة في العمق، في العمق عندك الأطراف دايما بتفضيها في طريقة 4-1-4-1، لما بيكون النادي الاهلي معاه الكرة الأطراف محتاج تفتح الملعب، تفتح الملعب عن طريق محمد هاني وعلي معلول. النهارده بنقول له يعني الحمد لله على السلامة، إن شاء الله يعني يكون تم شفاؤه تماما من الإصابة، وعلي معلول طبعا من العناصر المهمة جدا ومن الأوراق الرابحة للنادي الأهلي ومن الحلول اللي دايما في النواحي الهجومية لما بتلاقي الملعب مقفول. النهارده محمد هاني طبعا وعلي معلول عليهم دور كبير جدا. انا النهارده عجبني ثقه الراجل في احمد الشيخ. احمد الشيخ كل الاوقات اللي بس بنروح للنقطه دي يا اسامه، يعني هل النهارده ممكن نلاقيه عادل الملعب بمعنى ان هو لاعب حسين الشحات ناحيه اليمين واحمد الشيخ ناحيه الشمال وجونيور اجايه هو اللي تحت مروان او اقرب ان هو يكون رقم لا هو احمد الشيخ عشرة. احمد الشيخ هيحطه من الاول قدام محمد هاني انا بسال هل عشان هو بلال قال ان هو احنا هنعتمد على الكرات العرضيه اكتر، فانت الكرات العرضيه النهارده انت محتاج لو كرة عرضية من محمد هاني أو من علي معلول التواجد مش مروان محسن لوحده، والنهارده مروان محسن بدل عندك مهاجم مميز في الكرات العرضية لازم تكتر الكرات العرضية النهارده، ولازم يبقى فيه واحد بيقطع على العرضة الأولى، واحد في النص، واحد على الثانية. أحمد الشيخ عنده الميزة دايماً وهو بيلعب على الطرف، لو الكرة الناحية الثانية عند علي معلول بيدخل وبيخترق، شفناها في مباراة اللي عملها له عمرو السولية وحطها ببطن رجله المباراة الأخيرة قبل الأخيرة يعني كان قبل حرس الحدود المباراة كانت قبل حرس الحدود، دخل وكمل وحط، دي ميزة أحمد الشيخ دايما يختار دجل. كان وادي دجلة هو بيحب يروح لجون كتير، يعني مش ما بيلعبش على الطرف، حتة بقى مين يلعب في العمق ومين يلعب على الطرف دي هنشوفها بالتبادل زي مباراة حرس الحدود ما بين أجايه وما بين حسين الشحات هو دايما بيغير، يعني شفنا الراجل فايلر دايما بيغير، لو رمضان صبحي بدأ ناحية اليمين دايما بتلاقيه في المباراه شغاله بيجيبوا ناحيه الشمال ويجيب حسين الشحات، فممكن نشوف التغييره دي كتير النهارده ما بين اجايه وما بين حسين الشحات، مين ايهم يعني يلعب في القلب او ناحيه اليمين ناحيه الشمال عند علي معلول. لكن النهارده التواجد الضغط من بدايه المباراه مهم جدا، خاصه النهارده عجبنا ده من الاحضار انك انت دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه مفتوحه، مباراه هجوميه دايما، مباراه فيها اهداف. النهارده التشكيل اللي هو بادئ بيه توقعت النهارده انه يلعب ثلاثة في نص الملعب، دونجا ومخلوف، قلت عماد حمدي
او محمد بيومي اللاعب الناشئ ممكن يبقى ثالث في نص الملعب، او يقعد همام مثلا، ويقعد همام، انا اسف، حد من الاربعه اللي قدام او الثلاثه اللي قدام، الاربعه اللي في خط الهجوم الامامي. قلت ممكن يلعب بالشكل ده، لكن النهارده عنده جرأة هجوميه انه يبدا بسيلفا وهمام وعبد الرحمن ومحمد الشامي، هيبقى ليهم دور دفاعي زي ما احنا شايفين التشكيله دلوقتي. خلي بالك الاسماعيلي اقرب ل 4 3 برضه، لان همام بيلعب ثالث في نص الملعب ناحيه الشمال شويه، وساعات بينزل في عمق الملعب، وساعات بينزل في عمق الملعب الدفاعي. ده على اخر مباراه كان نادي مصر، المباراه اللي فاتت كان سيلفا دايما فاتح ناحيه الشمال بالزبط، وبيعتمد على السرعات، ومجدي فاتح ناحيه عند بالزبط علي معلول. والنهارده علي معلول هيبقى ليه دور مهم جدا يقفل في الحته دي في النواحي الهجوميه نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي هيرتد وهيسيب مساحات في خط ظهر الاهلي عشان يعتمد على السرعات. فالنهارده مهم جدا وقفه ايمن اشرف ووقفه رامي ربيعه مهمه جدا النهارده. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نختم بقى قبل نهايتها او قبل بدايه هذه المباراه. يحل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ضيفا عند 7:30 مساء اليوم على نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 6 للدوري، والتي ستجري على أرض ملعب استاد حرس الحدود بالمكس. يدخل المارد الأحمر اللقاء متصدرا جدول المسابقة برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات كاملة وحقق خلالها العلامة الكاملة. يرغب ريني فايلر المدير الفني للأهلي في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز 7 له على التوالي في مسابقة الدوري. الساعات القليلة الماضية شهدت ظروفا معاكسة بالنسبة للجهاز الفني للأهلي بعدما تأكد غياب رمضان صبحي أحد أهم عناصر الفريق عن المواجهة بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب على أثرها 6 أسابيع، ومن ثم عدم المشاركة في مواجهة اليوم، فضلا عن إصابة رامي ربيعة بالإجهاد الشديد، وكذلك تعرض أحمد فتحي للإصابة برشح في الركبة، وكذلك مداهمة نزلة برد شديدة لعمرو السولية. حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة، من أهمها التسديد من خارج المرمى سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة من أجل التصدي للتكتلات الدفاعية، والتي من المنتظر أن يلجأ لها فريق الإسماعيلي لمواجهة التوغل الهجومي للاعب الأهلي. عقد المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة حسم المواجهة مبكرا وتحقيق الفوز 7 لهم على التوالي وعدم فقدان أي نقطة جديدة من أجل توصيل رسالة لجميع الفرق بأن الأهلي لن يتنازل عن الحفاظ على لقبه المحلي خلال الموسم الحالي. على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي المواجهة محتلا المركز 6 في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويسعى أدهم أسل إحدار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي مستغلا النقص العددي في صفوف أبناء القلعة الحمراء. حرص المدير الفني للدراويش على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام المنقضية لمشاهدة ملخص لمباريات الأهلي الأخيرة للوقوف على مواطن القوة في الفريق ومحاولة الحد منها، وكذلك البحث عن الثغرات والسعي لاستغلالها خلال المواجهة. كابتن فتحي، الاهلي هيلعب ازاي النهارده؟ هيلعب ضاغط من الامام ولا هينتظر من وسط الملعب؟ هيلعب لا لا، الاهلي لن يغير طريقته في الضغط، وخصوصا مع فرقه زي دي، لان فرقه زي دي كمان غير حرس الحدود. فرقه حرس الحدود كان تكتل جوه منطقه الجزاء، ال 20 لعيب او ال 20 من ال 11 بتوعهم وسبعه ثمانيه من عندنا. ده مش هيحصل النهارده. انا فرقه برضه الاسماعيلي رحنا وجينا بيلعب كوره، فرقه بتلعب كوره، بس ينقصها الخبره. الخبره هتفرق كتير قوي، متوسط الاعمار، متوسط اعمارهم. انا شايف ان النهارده هو هيلعب ضغط، وهيلعب ضغط من الاول، وبرضه اسلحتك عشان تفوز لهذه المباراه نمره 1 برضه التسديد، نمره 2 اللعب على الاطراف، وهتلعبها انت على الاجنحه، وهتلاقي كتير قوي هجمات
لانك هتلاقي لعيبه موجوده في الكثافه العدديه الهجوميه للنادي الاهلي، هتلاقيها موجوده متناسبه مع المدافعين بتوع الاسماعيلي، لانه مش هتكتله. الاسماعيلي مش هيتحفظ قوي، وهيبقى لامم بتحفظ، لكن بيلعب كوره، عنده الناحيه الهجوميه، عنده الناحيه الهجوميه ان هو يعني بيلعب. وبعدين فرقه متزنه جايبه 6 جوال داخل فيها 7، يعني فرقه من الفرق الوسط، يعني ما تقدرش تقول. لكن اي فرقه ضد النادي الاهلي هي فرقه قويه، وكل لاعب ضد النادي الاهلي بتلاقيه بيلعب باكتر من رئه وباكتر من طاقه واكتر من خبره، فاكيد هو هيلعب ضاغط ومش هيغير طريقته بالشكل اللي هو بدا بيه المباراه بلعبه. الاسماعيلي بقى بلال هيلعب ازاي؟ يعني هيستنى في نص ملعبه، ولا الاسماعيلي قد يبادر النادي الاهلي بالهجوم؟ بص انا بشوف ان يعني ممكن اسلام في بدايه المباراه هتلاقي ممكن الاسماعيلي بيحاول يضغط، بيحاول يعرف النادي الاهلي ان انا مش جاي هنا عشان ادافع فقط لا غير، او مش هبتدي المباراه ان انا ادافع فقط لا غير. ممكن من بدايه المباراه تلاقيه بيعمل بيتبع اسلوب الضغط شويه، لكن مع سير المباراه اعتقد ان هو هيلتزم في نص ملعب، هيبقى دفاع من نص ملعب، هيعتمد على السرعات اللي موجوده، هيعتمد على اللعيبه اللي عندها المهاره في الحته اللي قدام، خاصه زي ما انت شايف التشكيل بتاعه ما عندوش راس حربه صريح، هو شايف هو هيعتمد على الاربعه اللي قدام او الثلاثه اللي موجودين قدام بتحركاتهم وسرعاته والاستلام في المساحات الفاضيه. بس خلي بالك انا اسف، ده مش معناه ان هم بيدافعوا، لانه هو بيلعب كده، لعب كده قدام إبسي مصر، ولعب كده قدام المباريات السابقه اللي لعبها، وبالتالي هو ما بقولش بيدافع، انا بقول لك اسلوبه قدام النادي الاهلي ممكن يبقى بالشكل ده، انه هيقفل من نص ملعب بشكل كويس ويعتمد على المهارات اللي موجوده عند اللعيبه اللي قدام. المباراه اللي فاتت المباراه اللي قبلها الاسماعيلي بيعتمد على مهاره عبد الرحمن مجدي، بيعتمد على مهاره وسرعه الشامي، بيعتمد على مهاره وسرعه برده بكيتي سيلفا، هو برده لعيب سريع ولعيب قوي، تمام. ممكن يعتمد على دول في الحاجات السريعه جدا انه يقدر يسجل من خلالها اهداف، لكنه يا اسلام من وجهه نظر الشخصيه انه النهارده اثناء سير المباراه هتلاقيه بيلعب زون نص ملعب، يعني هيدافع من نص ملعبه، مش هيقابل الاهلي، مش هيضغط النادي. هنتغلب على طريقه زون من نص الملعب ازاي يا اسامه؟ لازم يبقى فيه لا مركزيه في اللعب، لازم يبقى فيه حركه دايمه من اللعيبه، زي ما شفنا في مباراه حرس الحدود المدافعين ما يزهقوش، لازم يبقى فيه صبر، فيه تركيز دايم من ايمن اشرف ومن رامي ربيعه، الوقفه دفاعيه صح، يبقى عندك كثره في النواحي الدفاعيه، ودايما التحركات دايما كتر كرات عرضيه، واهم الاسلحه اللي كابتن فتحي قالها عمليه التسديد من خارج منطقه الجزاء دي مهمه جدا. النهارده انت امام مباراه ربنا يكرم بالثلاث نقاط، دايما الدوري عشان تاخد الدوري دايما بيبقى فيه هدايا في النص. زمالك بتعثر من طلائع الجيش، عندك فرصه النهارده وهديه، اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تستغلها ويبقى الفارق تقدر تعمله بدري، علشان ده هيريحك بعد كده في بطوله دوري ابطال افريقيا. مظبوط. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، هسيب حضراتكم تتفرجوا على هذه المباراه صعبه جدا، واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه. نادي الاهلي سيقابل النادي الاسماعيلي في استاد الماكس كمان اقل من 5 دقائق ان شاء الله. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هكون مع نجومنا الكبار كابتن فتحي، كابتن بلال، كابتن اسامه حسني، في انتظار حضراتكم لنقل اهم كواليس ما حدث خلال المباراه وبعد نهايه المباراه. اشكركم، ان شاء الله هستنى حضراتكم بعد نهايه المباراه مباشره.